مرتسمية بس أني جيت تاكل وقلت تتفرج قلت تتفرج جات النخلة وش منظر قلت نتفرج فيها. أنا عاد النخلة وش منظر لأن الأم والدة قالت لك دير لها الحليب بارك الله تكرم ولا تاع الرفيس في الدار ما مقنعة. إيه شنو؟ خصك دير لنا شي نهار كنا تعينا مقنية مع كان والد الله يرحمه عشان عادل نخسر حيسة بالقطنية ما نتسناه نو المشاهدين شركة مع المشاهدين إن شاء الله بحول الله. شو قلت ركال وطلعوا كي يتفرجوا شتو وقتهم كاش الربيع ضروري حسن بالعلم نحط عليهم الدرا والشعير. شو ذاك اش قلت جالس فقط اوانا لا الدرا والشعير وانا يدير اليوم النخالة والشمندر باش ياكلوا باش يشبعوا ويكبروا بالزربة نتسناو باش نديروا شي هادو اللي عين حمر على تاركة اللي عين حمر كورة واللي عين طحين تاوي يعني ماشي دابا بحال عيني محمر جاو البانط كورة البانط كورة متأكدة ماما واللي عين طحين تاوي تشوف بحال ما شتيهم وليدة بيضاء وولدت ديال الكحل. شوفوا راه ولدت حنا وليدات جداد راه واحد كتبان لكم غا ودنو كحله. هما جالسين كياكلوا دابا خرجت ليا مرتين اللي تخرج ليا هذه التخريجه الثانيه اللي عقلتو انت جابتها من الحسنيه لا عقلتو معانا ودابا هذه التخريجه الثانيه ديال القنيه ها هي هما الوليدات كيطالعوا كياكلوا المرا داخله على الوليد والام دابا ولدات وليداتها داخله عندهم كترضعوا في الغار لانها كتحفر في الارض